قدامنا 11 دقيقة. افتح الخزنة. افتح الخزنة. الله. لا اسمع صوته ياخد رصاصة في دماغ أمه. قدامنا 8 دقايق ونوصل البنك يا فندم.
عمرك ما حسيت بتأنيب ضمير؟ ما فكرتش ولا مرة إن اللي بتعمله ده غلط؟ إنك ممكن تكون بتأذي ناس لدرجة إنك تسبب في موتهم؟ حتى لو تسبب في موتهم عادي. للأسف أنا اتربيت على كده. أنا كنت بحب اللي بعمله. تحب؟ عمري ما تخيلت نفسي شغال أي شغلانة تانية. عمري ما كان عندي خطة بديلة أو حل تاني. ولما أحياناً كنت بفكر في التوبة وضميري بيأنبني، كان في حاجة أقوى مني دايماً بتهزمني وبترجعني لطبيعتي. فلو كنت دورت في أي وقت جوه ضميري، ما كنتش هتلاقي غير راحة وسكينة وسلام. ولو دورت جوه عقلي، ما كنتش هتلاقي غير خطط وأفكار وطموحات. أنا كنت موهوب، كنت نمرة واحد، وكنت شايف إني أستحق النجاح والفلوس، وعمري ما فشلت. فتبطل ليه؟ بالظبط كده. الواد بتاع الامن ده جاب السلاح منين؟ إيه؟ مش عرفت البطولة يا عمرو. دي مسؤوليتك، انت اللي مسؤول تامن بتوع البنك وتاخد السلاح بتاعها. وحصل؟ حصل ولا كنت مشغول مع الست اللي بتقلبها؟ بقلبها، واحنا كنا داخلين البنك نصلي جماعه، وبعد كده فكك مني، خلي اللي بيحاسب يحاسبني. ماشي. ماشي، وبدا يما والنبي يما.